الأعراض المهمة اللي ستبين بأن الإنسان عنده مرض القلب، حنا تنقولوا ابتداء 45-50 عام، لأن الإنسان تيكون شاب بين 20-35 عام قليل فتيكون مشكل ديال القلب يعني مشكل كبير، إلا إذا كانت عنده مثلا روماتيزم في القلب، ديك الساعة تيكون عنده وعارف بأن عنده شي صمامة ما خدامش مزيان تيخصو يشوف طبيب القلب. ولكن الإنسان اللي عنده مثلا 45-50 عام تيكون تيدخن وفي عنده مرض ديال السكر، هاد الناس هادو لا جاهم الحريق في القلب، يعني كانوا ماشيين في الطريق وجاهم واحد الحريق في الصدر ديالهم، ولا كانوا تقلقوا جاهم الحريق في الصدر ديالهم، ولا كانوا مقلقين وجاهم الحريق في الصدر ديالهم. هاد الناس خصهم لازم عاجلا نشوفوا الطبيب ديال القلب، لان تكون الشرايين هم السبب ديال داك الحريق. كذلك الناس اللي عندهم الضغط الدموي، شنو هما الاعراض اللي تتكون؟ هو تعرفوا بان الضغط الدموي مرض صامت، ولكن بعد احيان تيجي تيكون حريق الراس، تيكون دي بوردون موندوغي، تيكون البدنين تي فيهم تزنزيل، تيكون انسان تيشوف موش فولونت، تيشوف بحال دي موش فولونت في العين ديالو بحال الضبابه، تجي بعد فتره الدوخه. هاد الانسان اللي عنده هاد العلامات حتى هو تيخصو يشوف الطبيب باش يشوف الضغط الدموي واش هو السبب ديال هاد المسائل. كذلك الناس اللي قلنا قبيله اللي عندهم ضربات غير منتظمه، الناس انسان تيحس بقلبه تيفرفر خصو يمشي يشوف الطبيب ديال القلب باش إذا عنده ضربات غير منتظمة تعطي الدواء ديالو. دونك بصفة عامة القلب سي اسونسيالمون الحريق في الصدر، وإما الحريق في الراس، وإما ضربات القلب اللي غير منتظمة تخصو يشوفو في الطبيب ديال القلب.